واسعة وكبيرة تفتحها اتفاقيات السلام التي توصلت إليها الإمارات والبحرين مع إسرائيل. اتفاقيات تهدف لإحلال السلام وتعزيز الأمن في منطقة يغيب عنها الاستقرار منذ عقود. البحرين والإمارات أكدتا أن اتفاقيات السلام تحققان أهداف السلام ونجحتا بوقف الخطط الإسرائيلية بضم أراضي جديدة في الضفة الغربية، الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية وجادة للتوصل لاتفاق سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الاتفاقيات تفتح أيضا أفاقا علمية واقتصادية بين أطرافها، تفتح الباب واسعا للتعاون في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة والطب والعلوم والزراعة وأيضا الطيران المدني وغيرها بالطبع. أرحب بضيوفي الكرام في هذا النقاش. ينضم إلي في الاستوديو رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي النعيمي. أرحب بك دكتور علي. أيضا ينضم إلينا من المنام عضو البرلمان البحريني السابق السيد جمال أبو حسن، وينضم إلينا من القدس الكاتب والباحث السياسي السيد إيلي نيسان. أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفي في هذا الحوار. بالتأكيد أبدأ معك دكتور علي، يعني خطوة مهمة قامت بها البحرين، انضمت إلى قافلة السلام التي سبقت بها الإمارات. الآن كيف ترى شكل المرحلة الحالية فيما يتعلق بالمسارات الجادة نحو السلام والاستقرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد القضية مش قضية الإمارات والبحرين، المنطقة كلها. المنطقة أصبحت مهيئة لمرحلة جديدة، المنطقة أصبحت تتطلع لتجاوز الماضي وأزماته. المنطقة الآن لما ننظر لها بالذات العالم العربي، أكثر من يعني 65% من عدد السكان أقل أعمارهم 25 سنة وأقل. هؤلاء يعني يتطلعون إلى شيء آخر، هؤلاء يحتاجون إلى خطاب مختلف، هؤلاء يحملون آمال وتطلعات تختلف عن الأجيال السابقة. ولذلك القيادة الإماراتية والقيادة البحرينية والعديد أيضا من القيادات العربية وصلت إلى قناعة، إلى أن نحن بحاجة إلى أن نخطو خطوة جادة، خطوة استراتيجية، خطوة تحاول يعني أن تغير ما تم تجربة سابقا، أن لا نجرب المجرب. ولذلك نحن ما جربنا السلام بمنطلقات أن السلام نريد سلام للسلام. كان دائما خطابنا إقصائي، دائما خطاب يعني فيه وعيد، فيه إثارة، بعيد عن خطاب يبني جسور من الثقة ومن الاحترام ومن المصلحة المصالح المشتركة. أعتقد الآن المنطقة مهيئة لأن تنتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة تتعلق بالسلام. وأعتقد الحقيقة منذ إعلان عن مبادرة السلام الإماراتية الإسرائيلية في 13 أغسطس وجدنا قبول، لا أقول من الحكومات وإنما قبول شعبي على مستوى العالم العربي. يعني نحن نرصد ردود الأفعال، وجدنا أن هذه الاتفاقية أكسبتنا العديد من الأصدقاء ولم تكسبنا زيادة في الأعداء. اللي عندهم موقف من الإمارات وسياستها لم يتغير موقفهم، بل إن وجدنا أن نحن أعدنا وضع الإمارات في موقف مختلف، موقف ريادي يلبي تطلعات مش فقط الشباب الإماراتي وإنما الشباب العربي، وأيضا يبني جسور الحقيقة مع الشباب الإسرائيلي. هناك خطوات بالفعل خططها الإمارات نتحدث عنها لاحقا، والخاصة بتوقيع الاتفاقية المهمة اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي بالتأكيد، وفي جامعة هي الأولى في مجال الدراسات العليا في هذا المجال التكنولوجي المهم. طبعا سأعود إليك دكتور علي، ولكن أتحول إلى ضيفي من المنامة سيد جمال أبو حسن. سيد جمال، ومع ما ذكره هو دكتور علي وهو أنه يعني سئمنا من الحديث مطولا عن السلام ولكن بأفاق محدودة جدا، اليوم الأفاق أصبحت مفتوحة أكثر نحو الاستقرار والازدهار. اليوم كيف سيتم ترجمة ذلك؟ يعني كيف سيتم ترجمة هذا التحرك نحو السلام على أرض الواقع؟ أولا أرحب بك وأرحب بضيوفك الكرام وبمشاهدي قناة سكاي نيوز. مما لا شك فيه طبعا أنا يعني أثني على كلام الدكتور علي، ويعني أريد أن أضيف بعض المعلومات بأن السلام بين العرب والإسرائيليين يعني أخذ من الاتفاقية التي وقعت بين مصر وإسرائيل أخذ حقه، وبين إسرائيل والأردن أخذ حقه، وهو أن مصر استعادت أرضها، استعادت سيناء،
الأخوة في الأردن كذلك خذوا حقوقهم وصانوا حدودهم، ويعني نزلت حدة التوتر بين البلدان، واستفادت الأردن واستفادت منصور من هذه الاتفاقية. نحن في دول الخليج العربي وبالذات منظومة مجلس التعاون الخليجي، أعتقد أننا يعني سوف يعني نكسب من خلال هذه الاتفاقية يعني وجود اقتصاد قوي مثل الاقتصاد الإسرائيلي، يضاف إلى قوة اقتصادية خليجية، فبالتالي أعتقد سينعكس ذلك على الشعبين، على الشعب الخليجي والشعب الإسرائيلي، وسيكون له مردود إيجابي على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وهذا سيفتح مجال أكثر وأرحب حتى في على المستوى السياسي. نحن لم نتفاهم مع الإسرائيليين ولم نناقش الإسرائيليين ولم يعني يكون هناك بين المنظومة الخليجية والإسرائيليين أي أبواب تفاهم وأبواب يعني حديث عن السلام، فلنجرب السلام ونرى. يعني طول عمرنا خلال من سنة 48 إلى اليوم لم نتحدث مباشرة إلى الإسرائيليين ولم نطرح عليهم أفكارنا. قد تكون يعني الفكرة الإقصائية العربية لإسرائيل هي سبب تأزم الوضع بين العرب والإسرائيليين. لماذا لا نفتح المجال للحديث وللسلام؟ السلام مطلب أساسي اليوم، دول العالم تطلب السلام، ديننا الإسلامي هو دين السلام، فلماذا لا نجرب السلام؟ السلام اليوم مطلب وكل الأمم تطلب السلام، والسلام معناه الازدهار والتقدم والتطور، وهذا ما إن شاء الله نجنيه من خلال اتفاقية السلام مع الدولة الإسرائيلية. نعم دكتور علي، يعني كما ذكرت سابقا أنه قضية الشباب أيضا قضية مهمة، هذه المنطقة العربية 65% منها هي طاقات شبابية، وهذا الحراك الأخير الهدف منه هو توسيع التعاون والاستثمار في المجالات المختلفة والقطاعات المختلفة بضمنها قطاع الشباب، كيف سيتم التركيز على ذلك في الفترة المقبلة؟ شوفي، أولا للأسف الشديد البيئة الحاضنة للمرحلة اللي نحن نشأنا فيها كانت بيئة خطابها خطاب يعني تحريضي، خطاب صراعات، خطاب أزمات، ولذلك الإنسان لما ينشأ في مثل هذه البيئة يكون إنسان مشوش ويسهل على التيارات المتطرفة أن تستغله، وأيضا هو لا يستطيع أن يعبر نفسه ويجد ذاته ويكون له دور في بناء وطنه، دور إيجابي. ما لمسناه نحن في الإمارات إن نحن الحمد لله نعمنا بفترة من الأمن والاستقرار والازدهار، وجدنا خياراتنا أن في ظل الأمن والاستقرار والازدهار أمكننا أن نعلي من قيم التعايش وأن نوظف التنوع كأداة للتنمية ولإعلاء من شأن القيم الإنسانية اللي تجمع الأفراد. ولذلك نحن لما تأخذ قرار بالموضوع المضي في اتفاقية السلام اتخذ بناء على إنجاز حقيقي داخل الإمارات. التعايش اللي وجدناه في الإمارات شكل إضافة للمجتمع الإماراتي، شكل إضافة في القيم، في المهارات، في العمل، في التنمية، في كل المجالات. ولذلك الآن فتح آفاق عملية السلام أيضا سيجعل الشباب العربي يعيش في بيئة يسمع فيها لفظ السلام ويتلقى فيها قيم السلام، وينشأ الحقيقة بميول واتجاهات إيجابية نحو الآخر، ما يكون إنسان إقصائي بل يؤمن بالتعايش، وهذا اللي نحتاجه نحن. الشباب العربي والشباب الإسرائيلي يحتاج أن يتلقى قيم التعايش المبنية على ماذا؟ على أن نحن بإمكاننا أن نعيش مع بعض وأن نتعاون وأن نكون نسيج في هذه المنطقة، نسيج يبني ولا يهدم، نسيج يجمع ولا يفرق، نسيج الحقيقة يقدم للبشرية نموذج في مسيرة الحضارة الإنسانية. نعم طيب سيد إلي نسان ضيفي من القدس، بالتأكيد الجانب الإسرائيلي تناول بمنتهى الترحاب الخطوة الأخيرة، ولكن طبعا نعلم أنه هذه الخطوة وهي توقيع البحرين بالإضافة إلى توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق السلام مع إسرائيل هي البداية وليست النهاية، وبالتالي كيف ستعمل إسرائيل على إنجاح هذا المسار، وأيضا بناء عليه يكون هناك يعني انضمام لدول أخرى إلى هذا المسار؟ نعم، أولا أريد أن أقول أن اتفاقيات أو ما تم الاتفاق في خرطوم
انتهى، لأنه الآن في الشرق الأوسط موجود في عهد جديد. اللي كان في مؤتمر الخرطوم أنه لا مفاوضات ولا سلام، كما قلت أن هذا انتهى. ولذلك أكثر من 25 عاما كانت محادثات وكانت علاقات تجارية وصناعية بين إسرائيل، وطبعا استراتيجية وأمنية بين إسرائيل ودول الخليج، وهذه كانت مع الأسف تحت الطاولة، لأن كان هناك تجارية وأمنية بين إسرائيل ودول الخليج، وهذه كانت مع الأسف تحت الطاولة، لأن كان هناك حق نقد الفيتو من قبل الجانب الفلسطيني. اليوم بعد أن رأينا بشكل خاص ما حدث في الجامعة العربية يوم الأربعاء الماضي، عندما طلبت السلطة الفلسطينية من الجامعة العربية شجب السلام أو تطبيع السلام مع إسرائيل، والجامعة العربية لم تلبي هذا المطلب، بمعنى أن مع الأسف الجانب الفلسطيني بدأ بعزلة، والشعوب العربية تريد التقدم، تريد المستقبل. الشعب الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية يعيشون حتى الآن في الماضي. ولذلك هناك ثلاث مسارات، أنت تفضلت وتحدثت عن مسارات. المسار الأول هو مسار الأمني والدفاعي، لأن هناك تهديد محدق من قبل إيران، وتتكون وسيكون تنسيق أمني ودفاعي واستراتيجي بين إسرائيل وبين الإمارات بسبب التهديدات المحدقة من قبل إيران. المسار الثاني هو سبب الاقتصادي، وكما تعلمين أن هناك حتى اليوم تم التوقيع بين معهد فايسمان للعلوم المتقدمة وبين جامعة في دولة الإمارات لتقدم العلم والمعالم وكل الأشياء التي تتعلق بالعلم. وهناك طبعا اتفاقيات بين البنوك الإسرائيلية والمصارف الإسرائيلية، لأن حتى الآن إسرائيل عملت في دولة الإمارات تحت غطاء الدول الأوروبية وحدة سنغافورة أو الولايات المتحدة. اليوم كل الأشياء صارت مكشوفة. المسار الثالث هو مسار ديني. المسار الديني يقول أن إسرائيل ترحب بكل مواطن من دولة الإمارات والبحرين وعمان ومن أي دولة خليجية القدوم إلى إسرائيل وإلى أورشليم القدس لأداء صلاة في الحرم القدسي الشريف. مع العلم أن مع الأسف سمعنا قبل عدة أيام أن السلطة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني يعارض أن المواطنين الذين يأتون من الخليج عبر مطار بن غوريون سوف هم يعارضون. هم ربما ينسون أن من هو المسيطر اليوم على كل يعني القدس وعلى هذا الموقف الفلسطيني يعني إسرائيل، وهي بالتأكيد هو رد فعل ليست السلطة وربما الفلسطينية. الجانب الفلسطيني أيضا هناك لحظة من لديه حقوق حتى اليوم السلطة الفلسطينية ادعت بأن إسرائيل لا تسمح العبادة، حرية العبادة لكافة الأديان، مع العلم أن هذا على أرض الواقع غير صحيح، لأن إسرائيل سمحت لكل الأديان عبادة كافة الديانات السماوية للعبادة الرب. واليوم السلطة الفلسطينية تقول نحن لا نسمح، لكن كانت تحدث بعض المضايقات بين الحين والآخر لا يمكن أنكرها، يعني فقط للتوضيح لكي نكون محقين. سأعود إليك مرة أخرى سيد إلي، أتحول إلى ضيفي من المنامة سيد جمال أبو حسن. سيد جمال، هناك أيضا نقطة مهمة خاصة بمسألة الرخاء والازدهار المطلوب من هذه التحركات العربية باتجاه السلام مع إسرائيل، وهناك توضيح مهم بأن هذه التحركات ليست موجهة ضد طرف ما أو ضد جهة ما أو دولة ما. طبعا إذا حل السلام بين الدول وكانت هناك اتفاقيات سلام بين الدول، فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك رخاء وازدهار وتطور، وهذا يعني ينعكس إيجابا على الشعوب، على كل الشعوب التي تنشد السلام. ويعني
طبعا يعني معاهدة السلام أو اتفاقية السلام ليست موجهة ضد أي دولة، ولكن أي دولة ستقوم بأي تحرك ضد اتفاقية السلام أو ستقوم بزعزعة الأمن في أي دولة ستكون يعني مواجهة من قبل الدولة التي وقعت، الدول التي وقعت الاتفاق فيما بينها، سواء بين البحرين والإمارات أو بين البحرين بين البحرين وإسرائيل أو بين الإمارات وإسرائيل. فبالتالي أعتقد الاتفاقية واضحة جدا، اتفاقيات ثنائية سياسية عسكرية اقتصادية بين دولتين، ولا يمكن لأي دولة أن تتدخل في شؤون هذه الدول، وهذا حق سيادي وحق استراتيجي يراعي المصالح العليا للدول، ولا يمكن لأي شخص أو لأي دولة أو لأي جهة أن تقوم بأي عمل عدائي ضد هذه الدول التي ارتأت السلام وطلبت السلام من أجل الازدهار والتطور والنماء. طيب دكتور علي، وكنا تحدثنا وأشرنا سابقا، طيب دكتور جمال، دكتور علي كنا تحدثنا سابقا عن الاتفاقية التي وقعت اليوم، مذكرة تفاهم مهمة بين جامعة إماراتية هي الأولى في مجال الدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي وجامعة وايزمان الإسرائيلية. ما أهمية هذا الاتفاق اليوم، وما الذي يدلل عليه فكرة أن تكون هذه الأولويات التطبيقية لاتفاق السلام في مجال العلم ونفع البشرية؟ طيب إذا بتسمح لي مرود، بس أعلق على شيء، على السؤال السابق لك للإخوة الضيوف، ثم أعود إلى الإجابة على هذا السؤال. أنا أود أن أؤكد على شيء، أن هذه الاتفاقيات السلام ليست موجهة ضد أحد، بل هي موجهة لمصلحة الجميع، مصلحة المنطقة بأسرها، مصلحة الحكومات في المنطقة، ومصلحة شعوب المنطقة. نحن لما نتحدث عن السلام نريد من الجميع أن يلتحق بقاطرة السلام، ونريد من الجميع أن يجني ثمار السلام، لأن السلام خير كله وخير للجميع إذا كنا حقيقة نريد السلام. ولذلك يعني أنا أؤكد على شيء، الاتفاقيات ليست موجهة لا ضد إيران ولا ضد غيرها، بل نحن نخاطب القيادة الإيرانية والشعب الإيراني أن خيار السلام في مصلحة استراتيجية لهم ولنا ولكل المنطقة، ونتمنى أن نجد آذان صاغية طيب للتجاوب مع هذا الطرح ومع هذا الصوت، مع نداء السلام، حتى يعم خير السلام لكل المنطقة، وحتى أيضا الشعب الإيراني ينعم بثمار السلام. هذا ما أردت أن أعلق عليه. ما تم اليوم بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد وايزمان، الحقيقة أول شيء يبرز شيء، يبرز أن هاتين الدولتين لما يتعاطون مع العلم يتعاطون مع أفضل ما توصل إليه العلم. الآن في كل العالم الجامعات ومراكز البحوث والدراسات يعني ما تتطلع إليه أن يكون عملها وأولوياتها في ميدان الذكاء الاصطناعي، ولهذا هذا التعاون يأتي ليتوج أفضل ما أنتجته البشرية وتوصلت إليه مراكز الأبحاث والجامعات في العالم. وفي النهاية الفائدة من هذا ستكون ليس للإماراتيين والإسرائيليين فقط، وإنما لكل الحواضن العلمية في كل مختلف العالم، دول العالم. جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي جامعة متميزة، أولوياتها أولويات مستقبلية، تساهم الحقيقة في الإعداد لمرحلة 50 القادمة لدولة الإمارات. معهد وايزمان معهد معروف ومشهور له إنجازاته على مستوى العالم، فأنا أعتقد ضم الموارد الموجودة في المؤسستين سيعود بالفائدة ليس فقط على الدولتين وإنما على العالم بأسره. جميل سيد جمال، يعني بالتأكيد أنه كانت هناك تأكيدات من قبل الأطراف العربية كلها على أنه هذه الاتفاقيات هي تتماشى تماما مع اتفاقية السلام العربية، وأيضا هي تعمل بكل جد على الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين ويستند إلى كل مقررات الشرعية الدولية. كيف ستتحرك البحرين في هذا الاتجاه أو في هذا الإطار؟ طبعا ما لا شك فيه، وهذا أكد عليه جلالة الملك بعد لقائه بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وقال بأن العربية والمبادرة
العربية، وهذا لن يخرج عن هذا الإطار. يعني اتفاق البحرين مع إسرائيل سوف يتضمن هذا أو هذه البنود، ولن تخرج الاتفاقية عن الإجماع العربي، وستدعم وسيكون للبحرين شأن في المباحثات وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني أولا، وكذلك قيام الدولة الفلسطينية ثانيا. وبالتالي أعتقد أن البحرين ستكون في خط مباشر ومفتوح مع القيادات الإسرائيلية ومع الحكومات الإسرائيلية، وهذا سيحقق للشعب الفلسطيني مبتغاه، وسيحقق للشعب الفلسطيني حفظ حقوقه التي أهدرتها للأسف الشديد اللاءات الفلسطينية وغيرها من كل يعني وكل الأمور التي كانت تشكل وتؤجج إلى الصدام وإلى العزلة. نعم. طيب سريعا سيد نيسان، لأنه بالفعل يعني الوقت قرب على الانتهاء، تقريبا لدي دقيقة، كيف يتم ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها تجاه القضية الفلسطينية، وألا يتم يعني التركيز على الجوانب الأخرى وإهمال هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هو في القلب من هاتين الاتفاقيتين؟ صحيح صحيح، هذا الموضوع هو في قلب الموضوع، في قلب الأمور في شرق الأوسط، لأن إذا لم يكن سلام مع الجانب الفلسطيني لم يكن أعتقد استقرار في المنطقة. ولكن عندما طرحت المبادرة العربية، كانت المعادلة أن تكون أولا سلام وإقامة دولة فلسطينية مع جانب فلسطيني، ثم دول العربية تأتي إلى مائدة المفاوضات تحل السلام مع إسرائيل. ولكن بسبب تعنت الجانب الفلسطيني وعدم رغبته المضي قدما في المفاوضات، المعادلة تغيرت. اليوم العالم العربي صار منفتح أكثر، وربما بعد انفتاح العالم العربي مع سلام مع إسرائيل، هذا الأمر يؤدي إلى إقناع الجانب الفلسطيني ليأتي إلى مائدة المفاوضات بهدف إقامة دولة فلسطينية، لأن اليوم الجانب الفلسطيني أصبح منعزلا. لكن المهم هو نوايا الجانب الإسرائيلي البحراني، السفير الفلسطيني، نعم، بعد انسحاب السفير الفلسطيني من بحرين، وربما هناك إعادة النظر حول عضوية للأسف وقتي انتهى عضوية الجانب الفلسطيني في الجامعة العربية. شكرا. الجانب الفلسطيني مع الأسف أصبح على كل الأحوال هناك تحركات بالتأكيد، وتحياتي نعم في هذا المجال دائما. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام من القدس الكاتب والباحث السياسي السيد إيلي نيسان، وأشكر ضيفي من المنامة عضو البرلمان البحريني السابق السيد جمال أبو حسن، وأشكر ضيفي في الاستوديو رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي النعيمي. شكرا لانضمامك إلينا في هذه الفقرة من رادار.